هاي، كيفكن؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج الحوت. كان مشاعر الحبيب نوية وإلى ما ستؤول علاقتكما. كذلك راح أحكي بالموازاة عن مشاعرك أنت ونويك، وراح أحكي عن العزاب. عن العزاب هو هل في قدوم شخص جديد بحياتكم؟ يعني كما عودتكم أنه هذا قراءة تقبل أن تكون عكسية، وإذا حسيتوا أن القراءة لا تنطبق عليكم حاولوا تسمعوا لبرج تاني، حاولوا تشوفوا البرج الشمسي أو القمري أو الطالع. أنا لأنه أنا بنوي على 3 أبراج. أوكي، كيف يعني ما تنسوا تعملوا لي لايك سبسكرايب لقناتي، تحطوا لي كومنت. بتمنى أنه تدعموني وشكرا لكم. اوكي، طاقتك يا برج الحوت كانوا عم تنتظر انه يرسل لك انسان من برج الاسد او برج ناري، انه يحكي معك، انه يبعث لك مسج. اوقات انت بتتفائل يا برج الحوت على انه العلاقة يعني هذا الانسان رح يعود لك، بس اوقات عم تجي ببالك اوهام وافكار سلبية. اوكي، هيدا اللي بيطلع عندي بطاقة برج الحوت، خاصة شريكك يا برج الحوت عم شوفه بحالة أو بوقت عم يحاول إنه ما يهتم فيك، بحاول إنه ما يراقبك، إنه ما يحكي معك، بس مش قادر. يعني بحاول إنه يوازن، إنه يكون إنسان يهتم لك كتير أشياء بالحياة، هذا الإنسان لا يستطيع الموازنة، لا يستطيع إنه ما يفكر فيك، إنه ما يهتم فيك، عم يراقبك وبشدة. وممكن كذلك على إنه بحس إنه أنت شخص، أو أدرك على إنه أنت شخص قيم بحياته. هذا الإنسان بيضل يفكر فيك في تفكير عميق وكتير قوي، يعني لحبيب برج الحوت. أنا عم شوفك يا برج الحوت عم تفكر بهذا الإنسان كذلك، بدك إنه ترجع لبعض، وخاصة عم شوف على إنه هذه العلاقة يعني تستمر، إنه كل مرة تتزعلوا مع بعض وترجعوا لبعض، هذه العلاقة في سيرورة دائمة بهذا الشكل. اوكي، بس عم شوف انه بدك ترجع هذه العلاقة، في نية رجوع، في حب كتير قوي من قلبك يا برج الحوت، متعلق بهذا الانسان كتير وبتحبه كتير. كذلك هو بحس كأنه تعرض لصدمة هذا الانسان، كذلك ينتظر مسج منك، حكاية منك، انه تحكي معه، بده انه ترجع الامور الى مجاريها. اوكي، بس بحسه انه تعرض لصدمة، شيء حصل بهذه العلاقة، انصدم هذا الانسان كتير، مكسور هذا الإنسان بهذا الوقت الحالي. أوكي، عم شوف الأشياء اللي ما بتحبها فيه، أنه بيخليك لحالك، ما بيهتم فيك، ما عم يفكر فيك، بتحس أنه أنت شخص مش من أولوياته. أوكي، الطاقة اللي عم تطلع عندي برج الميزان، عم يطلع عندي كذلك برج الثور، برج الجدي، وكل الأبراج، يعني تقريبا بتلاندي الأبراج النارية الهوائية والمائية حتى الترابية، كل الأبراج بتطلع بهذه القراءة. عم نشوف على انه انت يعني مليت انه هذا الانسان تنتظره كتير، مليت انه هذا الشخص يتركك ويهتم للوضع العملي اكثر، مليت من هذه الشخصية وهذا هذه الطباع. اوكي، عم شوفه كذلك، او الاشياء اللي بتحبها فيه لهذا الانسان، بالرغم من كل هذه الاشياء، هذا الانسان بضل يكون معك،
بضل ينتظرك بالرغم من انه بتبتعدوا عن بعض بترجعوا لبعض. هيدي الطاقة اللي بتطلع عندي لانه انا مش محس انه هذا الانسان من برج ناري او برج مائي. هالانسان بحبك وبحبك بصدق بالرغم من انه ببين انه ما بحبك. اوقات بتحسه خاصة يهتم للعمل، يهتم للعائلة، يهتم لكثير من الاشياء، بس هذا الانسان عم يحبك وحبه كثير صادق. اشياء اللي ما بحبها فيك ممكن انت اوقات بحس انه تبالغ انه بالطريق اللي بدك انه يحكي معك فيها. اوكي، بحسك انه شخص تبالغ، انه تبعت له مسجات كتير، تحكي معه كتير، اوقات عم تزعجه. اوقات انا عم حس هذا الانسان كتير بيشتغل او عمله ما عطيه فرصة يحكي معك كتير، وانت كشخص عم تزعجه كل مرة بتحكي معه مسجات تقول له ليش ما بتسأل عني، ليش ما بتحكي معي. وهو هذا الانسان بينزعج من هذه الطريقة. عم شوف كذلك على انه بيشوف فيك انه انت شخص متسامح، شخص فيك نوع من الرحمة وفيك نوع من المسامحة الكتير قوية. اوكي، بحسك على انه انت بالرغم من بيكون في كتير مشاكل انت وياه، في كتير صراعات، بس انت قلبك مسامح وقلب جميل. اوكي، الاشياء اللي عم تنويها مع هذا الانسان، عم شوف انه عم تنوي انه ترجعوا لبعض. ايه، لانه عم شوف في تعلق قوي 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 كتير. يعني اذا بتعد عن هذا الانسان عم تنجرح، عم تتعب كتير. لهيك انت بتبعت له مسجات كتير، بتحكي معه كتير، ولهيك هو ينزعج. بحس حاله انه هذا الوضع يزعجه. ممكن يكون كذلك برج الحمل، خاصة بتطلع لي برج الحمل كتير وبرج الاسد. ممكن كذلك حتى يكون حوت. هذا الانسان بحبك بالرغم من انه ببين انه كتير شوي قاسي او كتير جاف بالعلاقة، بس هذا الانسان يحمل بقلبي كتير من المشاعر. بده يرجع لهذا العلاقة بالرغم من انه ببين لك انه مخاصمك، ما عم يحكي معك. اوكي، الى ما ستقول هالعلاقة ومستقبل العلاقة نشوف فيه حب كبير. اوكي، هذا الحب سيحاول ان يرجع العلاقة بينكما بالرغم من انه تعرضت لخيانة او تعرض، وخاصة هو بحس حاله تعرض للخيانة او نوع من الصدمة بحياته، بس انه الحب رح يخليكم ترجعوا لبعض. هذه العلاقة نشوفها جميلة جدا بالرغم من اختلاف الشخصيات، اختلاف يعني الافكار. اما الناس اللي بينتظروا قدوم شخص جديد بحياتهم للعذاب. اوكي، عم شوف في قدوم شخص كان مبتعد عنك، كان بعيد عنك، كان من الماضي. عم شوف في عودة لعلاقة سابقة. ايه، في علاقة سابقة عم شوف في عودة لإله. اوكي، إيه، عم شوف انه الاوضاع ستتحسن وانه انه ستتحسن الاوضاع. رح تفكروا انه رح تفكر بالموضوع، رح تشوف اذا رح تعطي فرصة لهذا الشخص. وعم شوف انه رح تعطيه، خاصة الطاقة يعني في طاقة عالية انه تعطيه فرصة، رح ترجع الامور الى مجاريها. بحس انه هذا الانسان تسبب لك كتير جرح بقلبك، وعم شوف في صلحة لهذا الشريك. اوكي، هيدا اللي بيطلع عندي يا عزيز برج الحوت. رح ناخد نصيحة لبرج الحوت. في كتير كروت حلوة بهذه القراءات. كمان عم شوف في ايرث ماجيك، انه في تحقيق لحلم كنت عم تتمناه يا برج الحوت.
الكركم، بقول لك انه حاليا بتحس بحساسية مفرطة، انه انت سنسيتيف بهذا الوقت، والانرجي تبعك او الطاقة تبعك ومشاعرك بالاتجاه الصحيح. اوكي، بقول لك انه ما تحاول، خاصة هذه الورقة تطلع لما كأنه نصيحة انه تبتعد عن كل الاشياء السلبية، لانه طاقتك بهذا الوقت كتير حساس، ممكن ابسط الاشياء تجرحك بهذا الوقت، لهيك ابتعد عن كل الاشياء السلبية واهتم لنفسك. كمان بقول لك انه اسمح لنفسك لاستقبال الطاقة، لانه ممكن هذه الحساسيه حاليا، لانه خاصه برج الحوت انسان حساس، لهيك عم يقول لك هذه الورقتين انه تبتعد عن اشياء سلبيه لاستقبال طاقه ايجابيه جميله جديده راح تكون. اوكي، ممكن رجوع هذا الشخص من الماضي، راح تحاول انه تنسى كل الاشياء السلبيه وتحاول انه تفكر بالاشياء الايجابيه، لانه عم شوف هذا الانسان حس انه حياته من غيرك ولا شيء. اوكي، لهيك هو بحاول انه يصلح الامور، عم شوف انه في تحقيق لامنيات لطالما حلمت بها يا برج الحوت. اوكي، بتمنى لكم كل الخير والمسارات، وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب لقناتي، وشكرا لكم.